السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بك الخير لن يحول أحد بينك وبين هذا الخير أبدا، ولو كنت أفسق الفساق، بل يسبب الله عز وجل كل الأسباب ليأخذ بيدك ليوصلك إلى هذا الخير. في قصة توبة الفنانة مديحة كامل عبرة عظيمة جدا، أهمها أنها كانت تتوب ثم تعود للمعصية ثم تعود للتوبة ثم تسقط مرة أخرى في المعصية. كل ده ربنا سبحانه وتعالى كان بيصبر عليها ويعطيها الفرصة بعد الفرصة إلى عشرات الفرص، ولم يغلق الله عز وجل في وجهها باب التوبة. العبرة الثانية أن بنتها كانت سبب في توبتها. عارف أنت مثل يخلق من ظهر الفاسد عالم؟ أهو ده بالظبط. مع أن البنت لم تربى في بيت أمها، بل تربت في بيت خالتها شقيقة الفنانة مديحة كامل، وكانت شقيقتها وزوجها فقراء الحال ماديا لكنهم أغنياء تربويا وعقائديا، وكانت البنت تصلي الفجر والجماعة وتصوم رمضان والنوافل، بل وتحفظ القرآن وتحضر دروس العلم الشرعي، فتربت على الفضيلة والخلق القويم. ومن ينظر إلى الأمر من ناحية الدنيا سيجد أن ابنتها غير محظوظة بأن تترك حياة الثراء والقصور عند أمها وتعيش عند خالتها الفقيرة، لكن أهل الآخرة ينظرون إلى الأمر كأنه تربية من الله للبنت لتكون لاحقا سببا في توبة الأم. وحين حضرت أمها لأخذها من عند خالتها، وكانت البنت آنذاك في عمر 12 من عمرها، تقول: حين رجعت إلى بيت أمي وجدت القصر وفيه جيش من الخدم والحشم وكل شيء مجاب مهما كان، لكنني أحسست بغربة في بيت أمي. وهكذا شأن المؤمن دوما غريب في الدنيا بدون الإيمان. رغم أن والدتها كانت تداعبها وتلاطفها، إلا أنها كانت في جزيرة منعزلة على حد وصفها. والسبب أن الابنة كانت من طينة غير طينة أمها، كانت الابنة من طينة كريمة تربت على الطاعة وحب الله وطاعته وحب القرآن وحب السنة النبوية. ولندخل جميعا إلى لب القصة العجيبة الأركان. حين كانت أمها تقترب منها كانت تشم منها رائحة الخمر وتنكرها، وبعد فترة سألت أمها عن نوعية عملها، فقالت لها أمها: ألم تخبرك خالتك بهذا الأمر؟ قالت البنت: لا. قالت الأم: طبعا، لأن خالتك تعتبر التمثيل حرام وأمواله حرام، أنا أعمل ممثلة. ثم أخذت مديحة كامل ابنتها بالغصب لتشاهد أفلامها في شريط فيديو، وشاهدت البنت أفلام أمها وكانت مشاهد مخجلة. وضعت البنت رأسها في الأرض رافضة أن ترى أمها في هذه الصورة، وكبرت الفتاة وهي ترى أمها على هذا الحال، حتى أن أصحابها في المدرسة والجامعة كانوا يسخرون منها ومن عمل أمها، على عكس الكثير اليوم. وقالت أن الكثير منهم كانوا يعتبرونني مستباحة وسهلة المنال بسبب أمي، وكانت أمها تسخر من خجلها من عملها بالتمثيل وتضحك بشكل جنوني. وحين كانت تطالب أمها بالتوبة والاحتشام وأن حلمي يا أمي أن أراك في ملابس محتشمة، كانت تسخر منها بأن هذه الأموال والسيارات والقصور والخدم والسفريات والملابس الفاخرة من أين تأتين بها، وتتهم ابنتها بالجحود والجمود وأن كل أحلامها مجابة وأنه لا يوجد مكان في العالم لم تسافر إليه. قالت الابنة: يوجد مكان يا أمي لم أسافر إليه بعد، إنها مكة يا أمي. وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هنا وافقت الأم ببرود من باب تلبية رغبة ابنتها لا أكثر. وفي الحج سعدت البنت برؤية الكعبة وبكت من مهابة الكعبة وبيت الله الحرام وتأثرت بشدة، وسعد قلبها وكانت تردد: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، آلاف المرات. إلا أن أمها كانت تتصرف ببرود روحاني عجيب، كانت تسخر من حجاب ابنتها وتقول: ما هذه العمامة التي ترتدينها؟ ما هذا التخلف؟ هل صار لديك 60 عاما حتى ترتدي الحجاب؟ ماذا سيقول عني الناس وأنا أسير بجانبك؟ طبعا سيقولون أنني أصبحت أم الحاجة، أنا التي أمثل دور الحبيبة، حتى الآن أصبح أم الحاجة، ما الذي سأفعله
بفساتينك التي أحضرتها لك من أوروبا، هل أسكب عليها بنزين وأحرقها؟ وذات يوم ظهر عندها ورم سرطاني في الثدي، وسافرت لندن لإجراء جراحة، وهي إلى غرفة العمليات أمسكت بيد ابنتها وقالت لها: ادعي ربنا ينجيني وسوف أتوب، ادعي ربنا لأنك طاهرة وأنا غير ذلك. وبالفعل نجاها الله من الابتلاء، وبدأت تصلي وتخرج الزكاة، لكنها سقطت في الوحل وعادت للخمور والاختلاط أسوأ من ذي قبل. ودفعها الإعلام مرة إلى مشاهدة فيلم لأمها، وكانت تقوم فيه بدور شاذة جنسيا، وهامت البنت على وجهها في شوارع القاهرة بالسيارة وهي لا تريد العودة إلى البيت حتى لا ترى أمها من فرط غضبها. وعادت البنت إلى المنزل فوجدت أمها تشرب الخمر، فقالت لابنتها: أين كنت؟ قالت البنت: كنت أشاهد آخر فضائحك، لم يكفك استهتارك وسكرك فتقوم الآن بتمثيل فيلم رخيص يخاطب غرائز المنحرفين؟ لقد وضعت أنفي في التراب، أنت أسوأ أم رأيتها في حياتي. فضربتها مديحة كامل، وخرجت البنت غاضبة ولم تنحرف مثل البعض، بل ذهبت إلى الملاذ والمأوى إلى المسجد، فظلت اليوم تصلي وتقرأ القرآن حتى صلاة المغرب. فصلت وقرأ الإمام: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلى أن وصل إلى قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وشعرت البنت بالسكينة بعد أن عادت إلى المنزل وقد غسلت قلبها بالمكوث في المسجد. وتقول البنت: بدأت السكينة تدب إلى قلبي وعدت إلى البيت واستلقيت على الفراش ونمت كما لم أنم من قبل. وفي الصباح وجدت أمي تجلس في غرفة المعيشة، كان وجهها حزينا ونظراتها شاردة. توجهت إليها وانحنيت على يدها أقبلها، ونظرت لي والدموع تملأ مقلتيها وقالت لي بصوت مخنوق: تقبلين يدي بعد أن ضربتك بالأمس؟ فقالت البنت: أنت أمي ومن حقك أن تؤدبيني. فقالت: لا والله، لست أنت من تستحقين التأديب، ولست أنا من يستحق ابنة طاهرة مثلك. ثم قامت وغادرت المنزل. قالت البنت: أدركت أن أمي ومنذ هذه اللحظة قد تغيرت، وأن قلبها بدأ يلين، وأن نور الإيمان بدأ يتسرب إليها. فبدأت أكثف جهدي في دعوتها إلى الله، وأخذت أحكي لها كثيرا عما يدور في دروس العلم التي أواظب عليها في المسجد، وأدير جهاز التسجيل الموجود في غرفتي ليرتل القرآن على مسامعها. وبدأت ألح عليها لتذهب معي إلى مجالس العلم لحضور الدروس الدينية ولو على سبيل المرافقة فقط، حتى كانت اللحظة التي ارتدت فيها الحجاب حين دعوتها لحضور مجلس علم ولم تمانع أمي، ودخلت غرفتها لارتداء ملابسها، ولم أتمالك نفسي من الفرحة عندما رأيتها وقد وضعت على رأسها طرحة بيضاء. لقد كانت الطرحة كأنها تاج من السماء توجد به، وطلبت مني في فجر ذلك اليوم أن أصلي بها. وبعد أن قرأت فاتحة الكتاب فكرت هنيها فيما سأتلوه من آيات، ووجدت الله تعالى يهديني إلى أن أقرأ هذه الآيات: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبمجرد أن تلوت هاتين الآيتين حتى وجدتها تجهش في البكاء وتنتحب ويهتز جسدها كله من شدة الانفعال، وخشيت عليها فأتممت الصلاة واحتضنتها لأهدئ من روعها، وكالطفل المتعلق بأحضان أمه تشبثت بي، فقلت لها:
سأحضر لك كوبا من عصير الليمون. فتشبثت بي أكثر وقالت لا أريد أن أتحدث معك وألقي بالهم الذي فوق صدري. فقلت حسنا يا أمي تحدثي. وبعد تنهيدة حارقة تحدثت أمي فقالت عندما بدأت رحلتي مع الفن كنت أبعد ما أكون عن الله، لم يكن يشدني إلى الحياة سوى المال والشهرة وقصص الحب. ومع الأيام زادت نجوميتي، لكن إحساسا غريبا بدأ ينتابني. كنت أشعر وأنا في قمة المجد بأني أيضا في قمة الوحل. كثيرا ما أحسست برغبة عارمة في أن أحمل صوتا وأجلد به نفسي. وكم وقفت أمام المرآة وأنا في أبهى الزينة وتمنيت أن أبصق على وجهي. تقول الإبنة الطيبة كانت أمي تستطرد في حديثها والدموع تتهادى فوق وجنتيها. فقلت لها على الفور إن كل دمعة تغسل ذنبا وتطهرها من خطيئة. ثم دعوتها أن تكمل حديثها فاستطردت قائلة عندما أصابني المرض وذهبت إلى لندن لإجراء العملية تخيلت نفسي ألفظ آخر أنفاسي وأعود إلى القاهرة داخل صندوق جثة بلا حياة. وسألت نفسي ماذا سأقول للملائكة الكرام في القبر وهم يسألونني عن حياتي العابثة التي لا تحكمها المقاييس المنطقية أو المعايير العقلية. لكن كان عشقي لنفسي وللأضواء المبهرة أكثر من وخزات الضمير. فبمجرد أن من الله علي بالشفاء حتى عدت إلى الوحل مرة أخرى. وذات مرة استوقفني أحد الأشخاص وقال لي أي عورة سترتيها يا نجمة يا ساطعة، احذري أن ينصب غضب من السماء على ابنتك لتكتوي أنت بنارها. وكأنه رماني بجمرات من جهنم. طار النوم من عيني بعد كلماته المسمومة وظل شبح الانتقام الإلهي يطاردني. كنت أنظر إليك وأسأل نفسي ماذا لو أصابك لقدر الله مكروه وأنت نور عيني، بالطبع كنت سأنتحر. هكذا صنع ذلك الشخص عقدة لم تنفك عني أبدا. كنت عندما أذهب إلى البلاتو تقفز صورتك أمامي وأسمع كلمات ذلك الرجل كأنه ينطق بها في التو فأبكي وتقتلني الهواجس. لقد كنت أتعذب عذابا أليما يفوق احتمال البشر حتى جاءت اللحظة التي صارحتيني فيها بسكري واستهتاري. لقد كانت لحظة رهيبة نزعت فيها القناع الذي أخدع به نفسي من على وجهي ووضعتني أمام حقيقة المرة. لحظتها لم أستطع أن أتحمل رؤية نفسي على حقيقتها فضربتك. وبعد أن ضربتك صرخت في نفس اللحظة ألهذه الدرجة وصل بي الغرق في الوحل؟ ألهذه الدرجة توحشت حتى أتطاول بيدي وأؤذي قلبي وروحي وأغلى الناس عندي؟ ماذا تبقى لي من سوء لم أفعله؟ وقلت يا إلهي بدلا من أن أشكرك على أنك قد وهبتني ابنة صالحة لم تشب طهارتها شائبة رغم كل ما يحيط بها، أبيع حياتي بهذا الثمن الرخيص؟ ملعونة الأضواء، ملعونة الشاشة، ملعونة الأموال، أنا أبحث عن الطريق إلى الله. تقول الفتاة كانت كل كلمة من كلمات أمي تنبض بالصدق والإيمان. فقلت لها بعد أن أنهت حديثها أنا أعلم أنك راغبة حقا في الرجوع إلى الله، لكن أصارحك القول أنا أخشى أن تخذليني مرة أخرى. فقامت وتشبثت بيدي كالغريق الذي يتعلق بحبل نجاة وقالت لا تخافي أنا مصممة هذه المرة على مواصلة الطريق إلى الله حتى آخر لحظة في حياتي، وكل ما أرجوه منك أن تستمر مؤازرتك لي. ولقد صدقت وعدها ولم تخذلني بعد ذلك أبدا، وأصبح شغلها الشاغل العبادة والاستغفار والعطف على الفقراء والدعاء ليلا ونهارا بأن يقبض الله روحها في شهر رمضان. وبعد عدة سنوات من اعتزالها التمثيل وفي يوم من أيام شهر رمضان المبارك انتقلت روحها إلى بارئها وكانت صائمة قائمة متبتلة. أوصت مديحة كامل قبل موتها بألا يمس جسدها أحد غير المحرمين عليها وأن يتحدث في عزائها الدكتور عمر عبد الكافي. وقالت في حديث لها أنها تؤمن بأن أفضل الدعاء طلب العفو والعافية
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت صديقتها في فيديو نادر بأنها تحدثت إلى كل من تعرفه من صديقاتها قبل صلاة الفجر قبيل وفاتها في مكالمة جماعية، وكانت سعيدة ومتحمسة للغاية، وأوصت صديقتها بعدم ترك صلاة الفجر ولتذهب لتستعد جيدا للصيام قائلة: أوعى ما تصليش الفجر يا منى. توفيت أختنا التائبة مديحة كامل في منزلها يوم 4 رمضان سنة 1417 هجريا بعد صلاة الفجر، رحمها الله رحمة واسعة وتقبلها في الصالحين، ونسأل الله أن يمن علينا بتوبة قبل الممات، وألا يتوفانا إلا وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.